حياكم الله متابعي القنوات الرياضية السعودية في كل مكان، مساء جميل، تحية طيبة مني أنا بندر الشهري من خلال حلقة جديدة لبرنامج عالم الصحافة، وكل التحايا من فريق العمل لبرنامج عالم الصحافة. أرحب بكل أرائكم من خلال هاشتاج برنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج عالم الصحافة، رحلة صحفية جديدة بصحبة ضيفينا وبمشاركاتكم أيضا من خلال هاشتاج. نرحب بكل المشاركات والاستفسارات. أرحب بضيفينا الكابتن سلطان خميس المدرب الوطني القدير، حياك الله أبو راشد. وحيك أخوي، مسي عليك أخوي بندر، ومسي على المشاهد الكرام، ومسي على ضيفك الكريم عبد الله. الله حيك أبو راشد، سعداء بتواجدك معنا. الله يسلمك، من زمان طولت الغيبة علينا. الله إن شاء الله راح ينضم لنا من جدة الأستاذ عبد الله الشيخي الكاتب والخبير الرياضي المعروف، حتى يجهز بركان إن شاء الله راح يلتحق بنا من خلال الربط بالأقمار الاصطناعية. نرحب بكل مشاهدي السعودية الرياضية، ونبدأ رحلتنا الصحفية كما عودناكم مع المانشيتات. نبدأ مع الرياضية، مستحقات القرني مأزق في شتاء الهلال. من الرياضية إلى الرياضي، والحديث عن المباراة الحبية الودية بين الأهلي السعودي وبرشلونة، وهذا التفاعل كبير مع هذه المباراة المهمة. ميسي وسواريز رجلنا على رجل نيمار. من الرياضي إلى النادي، وأيضا الحديث يتواصل عن قمة برشلونة والأهلي، البرشا ممنوع الاقتراب. كانت هذه المشتات، منها ننطلق إلى العناوين. أول عنوان معنا لهذا اليوم من صحيفة اليوم: الرياضية السعودية تنقل مباراة الأهلي وبرشلونة. إلى التفاصيل، نجحت القنوات الرياضية السعودية بدعم كبير من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف الدكتور عبد الملك الشلهوب في الحصول على موافقة قناة الكأس القطرية لنقل مواجهة الأهلي السعودي وبرشلونة الأسباني غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة. وكانت القنوات الرياضية السعودية استعدت بإشراف مديرها العام صالح الورثان ونائبه المهندس تركي الدعجم لتغطية المباراة بوفد إعلامي مميز وباستوديو تحليلي من قلب الحدث بقيادة المذيع فهد مساعد ونخبة من أبرز المحللين الكرويين. كما نجحت القنوات الرياضية في استقطاب المعلق الشهير عامر عبد الله للتعليق على المباراة عبر الرياضية الأولى، بينما يعلق فهد الدريبي عليها عبر الرياضية الثانية. الجدير بالذكر أن القنوات الرياضية السعودية سبق أن نجحت الموسم الماضي في الحصول على حقوق نقل مباراة الريال وبرشلونة، وهي التي تعرف بقدام اللاعبين وعدد من المباريات الهامة، حرصا منها على إسعاد الجماهير السعودية خاصة والعربية على وجه العموم. أستاذ كابتن سلطان، طبعا الحديث عن هذه المباراة
وتغطيتها من قبل القنوات الرياضية السعودية وتعدد هذا الانتشار في وسائل الإعلام. أولا خلنا نتكلم عن الحدث، أهمية الحدث وهذه التغطية ومدى انعكاسها الإيجابي على الفريق الأهلاوي تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن حدث مباراة برشلونة والنادي الأهلي شيء جيد، وإن شاء الله بيكون يعني تأثيره على المشاهد والمتابع لكرة القدم السعودية، لأن اللي كنت بالأمس تتفرج على اللعيبة. نعم. تتمنى أنك تحضر لهم مباراة، ولكن سهلت المهمة القناة السعودية، تشكر على ما قامت به لأنها اختصرت أشياء كثيرة، لأن أعرف فيه ناس كانوا ودهم يروحون رغبتهم يروحون يحضرون مباراة. نعم. ولكن برضو عدم توفر التذاكر، عدم توفر الحجوزات، ولكن أقول تشكر القناة السعودية قناة الوطن، لأن عودتنا أنها في الوقت المناسب تكون متواجدة بين أنظار المشاهدين، يعني من ضمنهم أنا. يعني اليوم نستمتع إن شاء الله، بكرة بنستمتع باللقاء يليق إن شاء الله، نتمنى الأهلي يقدم كرة جمالية يعودنا، يعني على الأقل يعطي انطباع جيد للأسبان عن الكرة السعودية، وأن الكرة السعودية لديها مجموعة من المواهب. نعم. واتمنى ان يكون يعني الوضع حافل بالاستفاده، يعني نتمنى اللاعب السعودي يستفيد من هالاشياء، كيف التمرير، كيف التمركز، عمليه التعامل مع الزملاء، تنظيم، حتى الاداري لابد يستفيد من عمليه تنظيم الفريق. نعم. برشلوني كيف التنظيم اللي حاصل، كيف حتى اللاعب، ولكن لابد ان نستفيد منهم استفاده في الجيدة، ما هو الاستفادة الشكلية. الاستفادة. نعم. الشكلية يعني بالشكل واللبس والأبوتة، هذه ما نبغاها. يعني مثل هذه المباريات حتى وإن كانت ودية لها مكتسبات كثيرة. أكيد مكتسبات كبيرة للنادي الأهلي، للجماهير السعودية، حتى القناة السعودية يعني سوت شيء صراحة، عملت نقلة كبيرة في نقلها. هذا واجبنا أبو راشد، يعني القنوات الرياضية السعودية دائما وأبدا. لا والله شيء مع كل شيء الأندية جيد. ومع كل ما يخدم رياضة وطن، والأهلي السعودي أحد أركان الكرة السعودية، ومباراة مثل هذه المباراة أمام أفضل فريق في العالم برشلونة، أعتقد أنها يعني الكل حريص على متابعتها، بالتالي يعني هي من باب المسؤولية تجاه القنوات الرياضية السعودية، قناة الوطن، تجاه أيضا المجتمع الرياضي، سعت بكل ما أوتيت من قوة حتى حصلت على هذه الحقوق وعلى نقل هذه المباراة. طبعا إن شاء الله راح يصاحبها تغطية موسعة ومفصلة. من جدة رحب بالأستاذ عبد الله الشيخي، الكاتب والخبير الرياضي المعروف، حياك الله بركان. حياك الله أخوي بندر، ومسي عليك ومسي على الكابتن سلطان ومسي على السادة المشاهدين. بركان معك بندر، أسمعك. يا ليت تعطونا الصوت في الاستوديو يا شباب. حياك الله أستاذ عبد الله، أنا والله ما أسمعك يعني، بس أتمنى أنك سمعت حديثنا قبل شوي، كنا نتكلم عن تغطية القنوات الرياضية السعودية غدا بمشيئة الله لمباراة الأهلي وبرشلونة. أولا كيف ممكن تقرأ هذه المباراة ومدى انعكاساتها الإيجابية على الرياضة السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليك بندر بالخير وعلى الكابتن سلطان وعلى السادة المشاهدين الكرام وفريق العمل لديكم. الحقيقة أنا استمتعت بالبداية وبالحديث اللي دار قبل شوي، ما أدري إذا تسمعني بندر؟ تفضل أبو ركان. نعم. فيعني حقيقة يعني أنا ما أعتبرها مباراة، أنا أعتبرها يعني مهرجان تجمع. نعم. برشلونة مع النادي الأهلي السعودي، أعتقد إنه الكل حقيقة في الخليج والعالم العربي حقيقة ينتظر يعني انطلاق هذه المباراة، ينتظر هذا الحدث. أعتقد إنه لفريق سعودي الحقيقة حدث كبير جدا الحقيقة. أخوي سلطان قال حقيقة الأهلي سباق في هذا الجانب، صحيح. يعني الأهلي أحضر كثير من الفرق العالمية، المنتخبات العالمية قبل كذا. طبعا الشراكة، هذه الشراكة طبعا الأهلي لم يحضر الفريق برشلونة حاليا، ولكنه من خلال شراكته مع القطرية الحالية وعقده والاتفاقية اللي بين الجانبين الحقيقة، لا شك أنه مثل هذا الحدث ومثل هذا التواجد الحقيقة في الدوحة وأنت تلتقي ببرشلونة، أعتقد أنه حدث حقيقة ليس حدثا عابرا وليس حدثا عاديا، الكل والجميع ينتظرون. أعتقد أنه غدا الملعب حقيقة أنا كنت أتمنى حقيقة بأمانة، كنت أتمنى أن يكون هذا على ملعب مثل ملعب الجوهرة لتسع 60,000 متفرج وأكثر، ملعب نادي الغرافة يتسع 30,000 متفرج. أعتقد الكل يعني نسمع ونشاهد ونتابع
الجميع من دول الخليج حقيقة وربما حتى أيضا من كثير من الدول القريبة العربية حريصين على متابعة هذه المباراة وحضورها. أنا أعتقد أنه فعلا يجب الاستفادة من مثل هذه المباراة من تحديدا من جانب الفريق الأهلاوي، لا شك أنها ميزة كبيرة للنادي الأهلي والفريق كرة القدم الأول في هذه الفترة وفي هذا الوقت تحديدا في منتصف الدوري. أعتقد أنها يعني يجب أن يستفاد منها، يستفيد منها الجهاز الفني، يستفيد منها اللاعبين اللي بيتواجدوا اللي حتكون لهم فرصة المشاركة. أعتقد الفريق كله اللي راح حيشارك سواء احتياطيين أو أساسيين، مناسبة كبيرة جدا. يعني بالتأكيد مثل هذه المباريات أعتقد أنها 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 حدث كبير للاعب، بل يتمنى كل لاعب كرة قدم أن يكون فعلا يلعب أمام فريق من أفضل فرق العالم، بل إن لم يكن أفضل فريق في العالم اليوم وهو برشلونة. نعم. طيب أيضا الحديث عن هذه المباراة مع العنوان الأول أو العنوان الثاني معنا اليوم حول هذا الموضوع تحديدا وحول هذه المباراة، القمة المرتقبة بين الأهلي وبرشلونة، عنوان جديد من صحيفة الحياة. الأهلي وصل إلى الدوحة تأهبا للمواجهة الودية غدا، بلغيث يتوعد سواريز بالعض، والسومة يأمل بهز شباك برشلونة. في التفاصيل، حط الفريق الكروي الأول في النادي الأهلي مساء أمس الأحد رحاله في العاصمة القطرية الدوحة تأهبا لمواجهة فريق برشلونة الإسباني غدا الثلاثاء في مباراة ودية ستقام في نادي الغرافة برعاية الشركة الراعية للناديين الخطوط الجوية القطرية. وحرصت إدارة النادي الأهلي على ظهور لاعب الفريق بأناقة عالية عند وصولهم إلى الدوحة، عندما ارتدى اللاعبون كافة بدلات فاخرة يزينها شعار النادي الرسمي. تقدم رئيس النادي أحمد مرزوقي، أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين في المغادرة، بينما حرص اللاعبون وسط حماسة عالية على توجيه بعض الرسائل للاعبي برشلونة، إذ قال المدافع عقيل بلغيث للمهاجم سواريز: إذا كان سواريز يعض فلدينا لاعبين أيضا يعضون. في حين تحدث المهاجم وهداف الأهلي عمر السومة بعقلانية: أنا مدريدي وإن شاء الله نوفق، وستكون مباراة استعراضية وسنسعى لإسعاد الجماهير كافة. وقال ماسكيرانو: لا يخيفني، في هذا الزمان لم يعد لاعب يخاف من آخر. أوضح السومة بأنه سيحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو حال تسجيله في مرمى برشلونة، فيما اكتفى بقية لاعب الأهلي بالتقاط الصور التذكارية المتنوعة قبل المواجهة المرتقبة. راشد، بلغيث يتوعد سواريز. شيء جميل، يعني طموح كبير عنده، ولكن العض ما نبغى العض لنا إيقاف وهوسه، ولكن نبغى يظهر. يقول عندنا كل اللاعبين يعضون. مشكلة هذا. لكن إن نتمنى يكون المستوى الرفيع اللي نقدمه، ما هو يعني ما ننظر للنتيجة، يمكن النتيجة محسومة، ولكن ننظر إلى المستوى، إظهار كل لاعب يظهر ما لديه من أمور فنية، أمور يعني عشان نعطي صورة كبيرة لللاعبين، إن لدينا لاعبين مميزين، لاعبين قادرين إنهم يعني يواصلون في بعض الأمور كثيرة، ولكن نقول يعني خلينا نظهر، يعني المهرجان هذا مهرجان جيد، وهذه رسالة للقطاع الخاص عندنا. يعني لابد أنك تكون شريك في بعض الأمور، يعني شركة الخطوط القطرية هي اللي حضرت الفريق. نعم. يعني أن لابد أن يكون هناك القطاع الخاص شريك في بعض الأمور، زي هالأمور، زي المحافل هذه، زي استخدام بعض الفرق الكبيرة، المشاركة في عندنا يعني متسع، عندنا حضور جماهيري يرغب، بينجح أي مشروع تسويه. نعم. أتمنى القطاع الخاص أن يكون شريك للرياضة، لكي يعني يكون فيه يعني دعم، يكون شريك فعال، يكون شريك حقيقي. نعم. حتى يعني احنا شفنا شراكات كثيرة بس ما كانت فعالة. حتى هذه اللي شو اسمه هيئة الترفيه، يفترض برضو لها شراكة.
في الأمور هذه. نعم. يعني الاستقطابات الفرق العالمية، لأنها هذه صرف الترفيه، كرة القدم ترفيه صحيح. على مستوى منظم، وتسويق أيضا، وتسويق صحيح. وبيكون فيها مداخل جيدة، وتسويق للبلد، تسويق للاعبين، تسويق للرياضة عندنا، بالإضافة إلى أصبحت الرياضة اقتصاد، ما هي بس مداخل جيدة. طيب خليني أسألك أبو راشد في موضوع فني بحت. اللاعب لما يحتك مع أفضل لاعبين العالم، تمام، وش ممكن تنعكس عليها بشكل إيجابي؟ أنا أبغاها من ناحية القيمة الفنية، القيمة الفنية صفتك مدرب وطني. القيمة الفنية أني أنظر للاعب حتى وإن كانت مباراة ودية. نعم نعم، تلاحظ ترى مباراة، أنظر للاعب اللي يفوقني بالمستوى ويفوقني بأشياء كثيرة. يعني لا بد أنك تتمعن وتنظر في اللاعب، كيف تحركاته، كيف استلامه، كيف يمرر، متى ما يمرر، كيف تحركاته بالكرة، كيف تحركاته بدون الكرة. يعني أمور كثيرة لا بد أن نستفيد منها، ما هي بس الاستفادة أني بس مجرد أني أشارك، لا، لا بد أن تركز التركيز التام. يعني هي صحيح أنه دافع معنوي، لا تظهر ما عندك كلاعب سعودي، تظهر ما عندك من أمور كثيرة، ولكن ما نبغى تكون تظهر الأمور فوضى. يعني في بعض اللاعبين يمكن يكون لعب فردي، نعم، يبغى يظهر هو موهبته، ولكن يعني ننظر إلى الفريق البرشلوني كيف اللعب الجماعي، واللعب متى يستعمل اللعب الفردي ومتى يستعمل اللعب الجماعي. يجب أن نمزج بين هالأمور كذا ونستفيد منها. نعم. طيب أبو راكان، هل ممكن يكون لها تفاعل كبير من كافة المجتمع الرياضي؟ أنا أتكلم عن الأطياف الأخرى غير الأطياف الأهلوية، مثل هذه المباراة ممكن يصاحبها تفاعل كبير؟ الإعلام، الجماهير؟ أعتقد بالتأكيد بندر، الكل أعتقد الجميع راح يحرص على الـ على الـ على المباراة، إذا ما هو عشان الأهلي، أنا أعتقد عشان برشلونة. نعم. يعني خلينا نكون واقعيين في هذا الجانب. طبعا جمهور الأهلي يهمه كثير، بل هو كثير من جمهور الأهلي زحف خلف الفريق إلى الدوحة. نعم. منذ يمكن حتى قبل يومين وإلى اليوم، والجماهير تتأهب لحضور هذه المباراة. أنا أعتقد إنه 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 بالفعل الجميع حقيقة ينتظر يعني حدث مثل هذا الحدث. أنا أذكر بندر يعني مباراة الأهلي مع منتخب البرازيل اللي أقيمت في 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 مدينة جدة، يعني حقيقة يعني وهذا كان عام تقريبا في الثمانينات الميلادية. حقيقة الجمهور والحضور الجماهيري على ملعب جدة، طبعا السعة كانت قليلة جدا، ولكن كثير من الجمهور، يمكن عدد الجمهور اللي كان موجود في المباراة كان في 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 تقريبا مثله أو الضعفين خارج الملعب، يتابعون المباراة من خلال شاشة التلفزيون التي وضعت في الخارج، أو من خلال حتى يعني الشاشة الخاصة بالملعب. نعم. الساعة اللي هي الساعة تحديدا. لا شك يعني مثل هالمباريات أنا أعتقد أنها لا تحدث دائما، وهي بالتالي يعني فرصة للاعب، تحديدا اللاعب السعودي، أنا أعتقد أنه مهمة جدا له، حتى من لم يعني يشارك أو لم يحظى اليوم من أي فريق من الفرق طبعا الأخرى غير الأهلي طبعا. أنا أعتقد أنها أيضا مهمة لمتابعة هذه المباراة ومتابعة الفريق البرشلوني ومتابعة الفريق الأهلاوي. لاعبي الأهلي أيضا عليهم مسؤولية كبيرة في هذه المباراة. لا شك أن حضورهم أسعدنا كثيرا، وحضورهم أيضا يعني بهذا الزي وهذا الشكل الأنيق جدا والجمالي الحقيقة. نعم. بحضورهم الجميل والأنيق، أنا أعتقد أنه هذه طبعا من طباع وسمات النادي الأهلي. هذا تكرر عام 66 أيضا ميلادي في 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 لندن، عندما ذهب الفريق إلى هناك بنفس الشيء وبنفس الصورة. أنا أعتقد أنه من المهم جدا يظهر اللاعبين كل إمكانياتهم وهي قدراتهم في هذه المباراة. أنتم تقابلون ميسي، تقابلون كثير من نجوم برشلونة الكبار الذين طالما شاهدناهم، طالما تابعناهم. لا شك أن أعتقد أنه لن أكون حقيقة بندر يعني مثاليا، ولن أكون حقيقة في هذا الكلام وأقول والله ترى ما يهمكم، ترى ألعبوا أوكي، ألعبوا حقيقة وألعبوا وأعطوا كل ما عندكم، ولكن أتركوا النتيجة ليست في مباراة مثل هذه أو في مهرجان مثل هذا أو في مباراة استعراضية مثل هذه، النتيجة تظل طبعا غير مهمة نهائيا، إلا طبعا الحفاظ على أنها لا تكون نتيجة يعني كبيرة الحقيقة في الواقع. ولا سيما أنه عشان نكون واقعيين أيضا، الأهلي في الفترة هذه الأخيرة يمر حقيقة بمرحلة عدم توازن الحقيقة. صحيح. في مستوى مقارنة بالموسم الماضي. صحيح. أنا أعتقد أنه أخلاقيا وسلوكيا. نعم. لاعب الأهلي على أعلى درجة من الوعي، وعلى درجة من الحقيقة من الفكر، وعلى أعلى درجة من. نعم. الاهتمام الحقيقة والوعي مثل هذه المباريات.
نعم أنا أضم صوتي لصوتك أبو ركان، يعني أن تتم الاستفادة من هذه المباراة بالشكل الكامل، يعني مثل هذه المباراة أعتقد من النادر أن تتكرر في منطقتنا الخليجية. يعني بالفعل يعني الأهلي الآن من خلال هذه الشراكة الحقيقية مع الخطوط القطرية، والآن يواجه مع شريك بحجم القطرية بندر، نعم، ويواجه فريق بحجم برشلونة وفي قطر الشقيقة، فبالتالي هي لابد أن يكون لها أصداء كبيرة وحتى انعكاسات إيجابية، ويجب أن تتم الاستفادة منها من قبل الأهلاويين بشكل كبير. أنا ليش ركزت على موضوع القيمة الفنية وانعكاساتها مع الأستاذ مع الكابتن سلطان قبل شوي؟ لأن بالفعل يعني مثل هذه المباراة نادرا جدا أن تتكرر. تخيل أن أحد اللاعبين كان حلمه في يوم من الأيام أنه يقابل ميسي وجها لوجه أو يلعب معاه، تمام؟ فبالتالي هي يعني أعتقد أنها بصراحة فكرة أو إنه كثير من اللاعبين بندر ليست بادرة حتى مشاركات يجب أن تجربة يجب أن تتم الاستفادة منها بشكل حقيقي. حتى الأهلاويين أنا أوصل رسالة للاعبي الأهلي يا بركان أن لا يتم التعامل مع هذه المباراة بعدم جدية، بالعكس يتعاملون معها وكأنها مباراة رسمية بالتأكيد، حتى وإن كانت مباراة ودية صحيح، لكن تعامل مع هذه المباراة على أنها مباراة رسمية. تفضل بركان، وش كنت بتقول؟ أنا أقول فعلا بندر أنا ضم صوتي لصوتك حقيقة، أنه التعامل معها بي 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 بشكل جدي بالتأكيد هو يؤدي إلى الهدف اللي أنت يعني 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 الـ 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 الخلاصة لهذه المباراة. أعتقد أنه برشلونة قادم من أسبانيا والأهلي قادم من السعودية إلى الدوحة، أعتقد المسافة بين أسبانيا والدوحة والسعودية والدوحة أعتقد أنه لا شك أنها في صالح الفريق الأهلاوي، صالح الجمهور المتعطش لكرة القدم اليوم في منطقتنا. أنا أعتقد أنه لولا سعة الملعب الصغيرة حقيقة، نعم، لكان أعتقد أنه يعني كل من كان يتمنى حضور هذه المباراة حضرها. نعم. أنا أعتقد أن الجمهور الأهلاوي سعيد حقيقة بفريقه، سعيد بناديه في هذه الشراكة. نعم. هذا ما كنا نتمناه، وكنا دائما بندر نتحدث عنه في البرامج وفي مقالاتنا وفي كتاباتنا، دائما ما نقول يجب أن تكون الأندية تسعى إلى أن تكون شراكاتها شراكات قوية. صحيح. مع شركات عالية. أنا أعتقد أنه هناك تقصير كبير جدا من لدينا في المملكة الحقيقة، من كثير من الشركات الكبرى ومن كثير من الشركة ومن كثير من رجال الأعمال الكبار، من كثير من البيوت الخبرة الموجودة في المملكة. نعم. الحقيقة للأسف الشديد يعني لدينا أندية لديها جماهيرية عالية وطاغية، لدينا حقيقة يعني البيئة الرياضية أنا أعتقد أنه ستتحسن فيما لو كانت هناك حقيقة كثير من الشراكات مثل هذه الشراكات التي صحيح. تحقق الفائدة والمرجو منها للاعبين، لتحقيق مردود أيضا على كرة القدم السعودية بالتعاقد مع لاعبين على مستوى عالي وكبير. صحيح. بالتعاقد مع لاعبين محليين على مستوى عالي وكبير، بحتى أيضا خلق بيئة جميلة داخل النادي نفسه بالفعل. وعلى مستوى الرياضة ككل، ونحن مقبلين على الخصخصة أبو ركان، يعني إحنا على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة رياضية جديدة، فبالتالي يجب أن نستثمر هذه التجربة وهذه الفكرة وهذه المباراة أن تكون نموذج يحتذى به لكافة الأندية ولكافة الشركاء بالتأكيد. اللي يجب أن يطلق عليهم شركاء حقيقيين فعالين في المجتمع الرياضي. على هاشتاق عالم الصحافة هلال يقول سؤالي للكابتن سلطان الخميس، كيف يرى أداء الهلال مع المدرب دياز؟ إن شاء الله راح نرجع نتكلم عن هذا الموضوع. أبو خلاد يقول برشلونة عدو لدود الملك الإسباني، يتمنى الملك السعودي أن يكون ندا قويا ليعطي صورة جميلة عن مستوى كرتنا الخليجية عامة. سلطان الدوسري يقول شهادة حق للسعودية الرياضية على كثر ملومها كثيرا سابقا، والنقل لم تستفز المشجع ولا تسحب ما في جيبه. شكرا لك سلطان لثقتك بالقناة الرياضية السعودية، قناة الرياضية السعودية للجميع، ومسافة واحدة من جميع الرياضيين وجميع الأندية وجميع المسؤولين. قناة الرياضية السعودية هي تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الرياضي، بالتالي يجب أن تكون كذلك، لأنها بالفعل هي تسعى لخدمة رياضة وطن. أبو ليلى يقول أفضل فريق في العالم ريال مدريد وليس برشلونة كما قلت يا بندر. والله أنا أقول لغة الأرقام، خلك من رأيي أنا، لغة الأرقام يعني ارجع للغة الأرقام، في فرق بين برشلونة وريال مدريد، يعني برشلونة رقم واحد ريال مدريد بس يأتي. في الدوري الريال أكثر. أنا أتكلم عن لغة الأرقام بشكل عام وليس فقط في الليغا، ليس فقط في الدوري الأسباني. ثانيا رأيي، هذا رأيي يعني، أنا رغم برشلونيتي غدا، رغم حبي وعشقي لبرشلونة، لكن غدا أنا عقلي وقلبي وأمنياتي دعواتي كلها مع الأهلي،
بل أنا سنرفع شعار كلنا الأهلي غدا إن شاء الله حتى وإن كانت مباراة ودية. أتمنى من أعماق قلبي التوفيق للأهلي في هذه المباراة. برجع إن شاء الله السعر العديد من التغريدات، لكن عندنا عنوان جديد هذه المرة من صحيفة عكاظ. الأندية السعودية والإيرانية في أرض محايدة. من العنوان إلى التفاصيل، تلقى الاتحاد السعودي تعميما من الاتحاد الآسيوي يؤكد فيه استمرارية نفاذ قرار لجنة المسابقات الصادر بتاريخ 25 يناير 2016 والذي تمت المصادقة عليه من قبل لجنة تنفيذية بالاتحاد، المتضمن خوض كافة مباريات الأندية السعودية والإيرانية في دوري أبطال آسيا 2017 على أرض محايدة في حال عدم تحسن علاقات بين البلدين، وذلك في النسخة القادمة من البطولة. ونظرا لعدم تحسن علاقات بين البلدين يستمر نفاذ هذا القرار، يجب أن تلعب كافة المباريات بين الأندية السعودية والأندية الإيرانية على أرض محايدة، على أن ترسل الاتحادات المعنية الأماكن المحددة للمباريات يوم الثاني من شهر يناير 2017 القادم. يذكر أن الأندية السعودية المشاركة في البطولة الآسيوية بصفة مباشرة هي الأهلي والهلال والتعاون، فيما يشارك الفتح في الملحق الآسيوي، وستجرى القرعة غدا في العاصمة الماليزية كوالالمبور. كابتن سلطان، كيف تعلق على هذا الخبر؟ أنا أتمنى أن الاتحاد الآسيوي أنه يبعد الأندية السعودية عن المشاركة مع خلهم يلتقون في دور الأربعة في دور يعني، ولكن البداية خلينا أول شيء تكون موزعة على مجموعات يعني مختلفة. وأنا كنت ضد اللي هو الغرب ضد الشرق، وهذه أضعف الأندية السعودية. نعم. أضعف المنتخب أثرت، لأن ما يعني السرعة فقدناها في المشاركات ضد اليابان أو كوريا. نعم. القوة ضد استراليا يعني فقدناها، يفترض أن ترجع زي ما كانت، لأنها اتضحت أنها دورة خليج اللي مسوينها. ما هي كأس آسيا، يفترض أن نرجع للوضع السابق عشان نقدر نبعد عن الأندية الإيرانية، لأن المشكلة كأس آسيا وبطولة يعني قارية يكون فيها هالأحداث، لأن ما الفرس لن يتغيرون عنك، ما عندهم حقد دفين على الإسلام والمسلمين والعرب وخاصة السعوديين. أعتقد لن تنزع هالأمور كلها منهم مهما كان، حتى الرياضة، لأن الرياضة تصلح مفسدة السياسة، ولكن نعم. الإيرانيين عاكسينها، تفسد ما تصلح السياسة، سيسوا الرياضة. نعم، لا وعقدوها. نتمنى أن نبعد عن هالأمور كلها، ولكن إذا انحدينا لابد من أرض محايدة، وهذا شيء إن شاء الله يكون في صالح الكرة السعودية والأندية السعودية. أستاذ عبد الله الشيخي، الأندية السعودية الإيرانية في أرض محايدة. والله بندر، هذه إشكالية حقيقة كبيرة بالنسبة لنا على الأقل، يعني جاءتنا كثير من سنوات طويلة منذ بداية دوري أبطال آسيا أو البطولة الآسيوية للأندية سابقا، كانت الأندية اللي احتفينا فيها، الأندية الإيرانية حينما تأتي لنا نحتفي فيها، نحن لا نتعامل حقيقة كما نتعامل الإيرانيين. للأسف الشديد الإيرانيون لم 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 حقيقة يتعاملوا مع 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 هذه الأمور، لا رياضيا ولا أخلاقيا ولا حتى يعني 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 سلوكيا. كثير من الأمور، حتى يمكننا نروح لهم لملاعبهم، للأسف الشديد نجد كثير من الصيحات والاستهجانات والأمور التي هي خارجة تماما عن عن عن, عن ما يتعلق بالرياضة وكرة القدم تحديدا. أنا أتصور الحقيقة أنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فعلا عبء كبير في هذا الجانب، لكن مما حقيقة يعني 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 خلينا نقول يسعدني أنا شخصيا ويسعدنا كثيرا كرياضيين سعوديين، أن الاتحاد الآسيوي على ما أعتقد خلال الفترة الأخيرة أو الفترة اللي راحت يعني 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 أسقط كثير من النقاط من 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 إيران، وبالتالي لعدم حقيقة مشاركاتها الجيدة في 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 البطولات الآسيوية. وبالتالي أعتقد أنه اللي حيشاركوا فريقين وليسوا أربعة فرق خلال المرحلة المقبلة. نعم. هذا يعني يعني يخفف نوعا ما من هذا الجانب، ولكن أنا حقيقة أرى أنه للأسف الشديد مشاركة الفرق الإيرانية مع الفرق السعودية ومشاركتها في البطولات الآسيوية والله عبء كبير على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. أنا لا أقول أبعدوهم من 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 البطولات الآسيوية، ولكن للأسف الشديد الاتحاد الآسيوي يتعامل في مثل هذه الأمور تعامل
باهت جدا، ليست هناك حقيقة يعني قوة في 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 هذا الجانب. كثير ما تعرضنا للكثير من الإزعاجات من الإيرانيين، أندية إيرانية، جماهير إيرانية، اتحاد إيراني، خلاف لما نتحدث عن كرة القدم ولا نتحدث عن الجانب السياسي، وإلا كان يعني فرضنا الكثير من الصفحات والصفحات. للأسف الشديد سلوكيات سيئة جدا لدى الإيرانيين أندية. نعم. ولاعبين وجماهير. ولذلك يعني أنا أتصور حقيقة أنه إحنا يعني يجب حقيقة على الاتحاد الآسيوي في هذا الجانب أن يتخذ قرار بأن نحن لنا الأولوية في اختيار الملعب الذي نحدده وليس للإيرانيين. صحيح صحيح. يعني الآن أصبحت المعاقبة للجميع. نعم. على حساب. نعم. على يعني. نعم. بذنب شخص. نعم. بذنب طرف واحد. بالتأكيد. فأصبحت بالتأكيد. المعاقبة للجميع. هذه مشكلة كبيرة. الإيرانيين عبثوا بالحج، ما يبثون بالرياضة. يعني خلينا نكون الاتحاد الآسيوي لازم ينظر لها نظرة قوية، ما هو بس نظرة أن الأندية متضررة السعودية مثلا بالأمور هذه. نعم. طيب، على هاشتاغ عالم الصحافة أيضا التغريدات تتواصل والتعليقات حول مباراة الأهلي وبرشلونة. الرياضي يقول أن العقود رعايتها في زمن التقشف وإلغاء بعض الشركات عقود رعايتها الأندية، الخطوط القطرية تجدد رعايتها الفخمة للنادي الأهلي الملكي 3 سنوات. فرحان التليدي، أتمنى فريق الأهلي يقدم مباراة تليق بالحدث بالرغم من تشجيعي للبرشا. أيضا ماجدة تشيد بتغطية القنوات الرياضية السعودية لهذه المباراة، وبالفعل يعني بالرغم من برشلونيتها وأيضا برشلونية الكثير من الجماهير السعودية، إلا غدا إن شاء الله سوف نقف مع الأهلي ونتمنى له كل التوفيق. عندنا عنوان جديد، نتحول من صحيفة عكاظ إلى صحيفة الاقتصادية. الهلال والاتحاد بطل الشتاء فالحسن. أصبح لقب بطل الشتاء دوري جميل للمحترفين محصورا بين الهلال والاتحاد، حيث تبقى جولة من مباريات الدور الأول يكفي الهلال فيها الفوز، فيما ينتظر الاتحاد سقوط الهلال على أن يكسب مباراته الأخيرة. تنتظر الهلال مواجهة كبيرة حينما يحل على النصر منافسه اللدود ضمن الجولة 13، فيما يستضيف الاتحاد نظيره الفتح. يقف الهلال في الصدارة برصيد 30 نقطة للجولة الرابعة على التوالي، يحل الاتحاد وصيفا له ب 28 نقطة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث يحمل لقب بطل الشتاء فألا حسنا على صاحبه في الدوري وحسم جميع أبطال دوري محترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009. أستاذ عبد الله الشيخي، بطل الشتاء بين الهلال والاتحاد. طبعا بندر، هي بطولة معنوية للفريق البطل، خلينا نقول للفترة هذه. لا شك أنه الفريقين الحقيقة يقدمان في هذا الموسم حقيقة، وخلال الجولات اللي راحت مستوى أداء مرتفع، وإن كان الهلال طبعا يفرق في أداء ومستوى، لأنه في تصوري الهلال ثابت في هذا الموسم وقدم لنا حقيقة صورة جميلة الحقيقة عن الأداء الهلالي كلاعبين داخل أرضية الملعب. الاتحاد الحقيقة يمكن أكثر المتفائلين الحقيقة من جمهور نادي الاتحاد أو حتى من عشاق نادي الاتحاد كإدارة وخلافه، الكل حقيقة حتى المتابعين لم يكونوا يتوقعوا حقيقة يصل الاتحاد إلى 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 هذه المرحلة الحقيقة من الحضور الجميل الحقيقة. يعني الاتحاد مر بظروف صعبة جدا خلال المواسم اللي راحت، وحتى أيضا بداية هذا الموسم، حتى أيضا كانت وفاة الأستاذ أحمد مسعود رحمة الله عليه أيضا كانت مؤثرة جدا للوسط الرياضي ككله، يعني ما بالك بالوسط الاتحادي تحديدا كلاعبين وكجمهور وكإدارة. ومع ذلك الحقيقة الاتحاد لملم جراحه وعاد حقيقة من بهدوء تام ووصل إلى هذه المنطقة الحقيقة، لهذه المرحلة منافسا على الصدارة. أعتقد أنه شيء حقيقة يحسب للفريق الاتحادي والإدارة الفريق الاتحادي، أيضا اللاعبين يقدمون أداء جيدا ورائعا. الاستقطابات الحقيقة اللي تمت في اللاعبين الأجانب لدى الاتحاد، يعني أنا لا أعتبر اللاعب
يعني الـ نعم. الأنصاري فهد لا أعتبره لاعبا أجنبيا بل هو لاعبا محليا صحيح. ولكن طبعا خليجي الهوية نعم. يعني هذا اللاعب فرق كثيرا مع 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 فريق الاتحاد. أعتقد أنه كان بالنسبة للفريق الاتحادي الموجه حقيقة والترمومتر داخل نعم. الملعب. الحقيقة أنه الفريقين كلاهما حقيقة يستحق أن يكون بطل الشتاء بندر نعم. هذا الموسم. نحصر المنافسة براشد بين الهلال والاتحاد؟ لا حتى الآن فيه لأن التاريخ فيه يقول أن ينهي الدور الأول متصدر هو في نهاية الأمر هو بطل الدوري يمكن من عام 2008 الكلام هذا يمكن ولكن أهم شيء يعني بطل الشتاء جيد ولكن أهم شيء بطل الصيف بطل الصيف طب من توقع بطل الصيف بطل الصيف هي بين ملامح البطل في ظهرت في ملامح البطل في الهلال وإن لم يكن الهلال فالاتحاد وفيه فريقين منافسين اللي هو الأهلي والنصر أعتقد نعم. حتى الآن لم يحسم الأمر باقي يمكن 14 مباراة نعم. الدوري كفيلة أنها تغير مواقع كثيرة ولكن شيء جيد الاتحاد صراحة وفقوا بمدرب قدير نقل الفريق نقلة فنية من فريق يعني متشتت إلى فريق منظم فريق نعم. يقدم كرة جيدة ومن ثم وصل إلى المنافسة على بطولة الدوري الكل كان يقول الاتحاد على العناصر الموجودة لو تنظر إلى خط الدفاع ثلاثة عناصر داخل جديدة في الوسط عناصر جديدة حتى في الهجوم عرف كيف يستفيد من المولد من فهد المولد كيف وضعه في موقع استفاد منه وصار نعم. مؤثر للفريق صحيح. برضو الهلال برضو الياز أعتقد قدم الهلال ونقل الهلال نعم. شيء لمرحلة كان الهلال مع المدرب السابق كان يعني في وضع يعني سيء وتغير الوضع الاستقطابات الهلال كانت جيدة خاصة المهاجم ليو يعني كان نعم. تأثيره حتى اللاعبين لاعب الوسط جيد بالإضافة إلى زجة بالحافظ أعتقد أن هذا شيء جيد نظرة فنية جيدة يعني ساهمت في أن يعني تبان بصمة المدرب في الفريق فريق الهلال الآن يقدم كرة جميلة إضافة إلى نادي الاتحاد الأهلي والنصر في المنافسة يعني الأربعة هذول هم المنافسين الخامس اللي هو الشباب أعتقد الشباب بعد يعني خسارته في التعادلات والأمور كثيرة وأنه جالس يبني أثرت كثير على الفريق وابتعد ونتمنى الفترة القادمة أن يتحسن وضع مثلا الشباب في صورة أفضل بعد استقطابات وبعد دعم وبعد أمور كثيرة يحتاجها الفريق نعم طيب عندنا أيضا عنوان جديد من صحيفة الشرق الأوسط صافرة صربية بقيادة مازيتش تضبط موقعة ديربي الوسطى أخطاء الشباب والنصر توقف صلوي عن إدارة المباريات غاب الحكم خالد صلوي عن تكليفات مباريات الجولة 13 ختام الدور الأول للدوري السعودي المحترفين في إشارة واضحة من قبل دائرة التحكيم إلى فرض عقوبة الإيقاف بحقه التي قد تستمر جولتين مقبلتين وذلك بعد الأخطاء التي وقع فيها في مباراة الشباب والنصر بعد احتسابه ضربة جزاء غير صحيحة لمصلحة الشباب إضافة إلى القرارات الخاطئة التي صاحبت المباراة كما لم يتم تكليف الثنائي خلف زيد وهشام الرفاعي في مباريات الجولة الثالثة بعد أن شارك في مباراة النصر والشباب مساعدي خطوط في مباراة النصر والهلال في الجولة 13 هي الوحيدة التي ستدار بطاقم حكام أجنبي صربي بقيادة حكم الساحة مازيتش حيث تعد الأبرز والأقوى في مباريات هذه الجولة خصوصا أنها ستحدد بشكل كبير معالم ترتيب الفرق مع نهاية الدور الأول من المسابقة أبو راشد حملة كبيرة على صلوي في المباراة الأخيرة بعد صلوي مباراة عليه الشباب والنصر حملة زي ما صارت على الحملة اللي صارت على الشاعر الحيدري يعني حملة يعني صلوي بشر يخطي يصيب زي ما يخطي اللاعب زي ما يخطي المدرب يخطي الحكم صلوي أخطأ يمكن على الفريقين ولكن صلوي المباراة ما ساعدته المباراة كانت سيئة فنياً
ما كانت ما المباراة ما ظهرت إلا في الشوط الثاني في 20 دقيقة الأخيرة هي اللي ظهرت، ولا المباراة يعني كانت النصر ما كان أفضل فنيا والله ماسك المباراة 20 دقيقة ماسك المباراة، بس يعني ما هناك هالخطورة اللي تذكر. يعني صحيح ان الشباب اول مره اشوف الشباب متقوقع يعني في 18 في مباراه. نعم. لان سبق الشباب وكسب النصر وهو خسران هو مطرود منها اثنين، ولكن ما هو صلاوي العذر. يعني دائما الانديه تحط العذر على الحكم، الحكم جزء من اللعبه. زي ما يكون لاعب في يوم من الايام ما هو في مستواه، يكون الحكم في يوم من الايام هو مستواه ما كان في يومه، يعني ما كان في يومه، ولكن ما نحكم عليه بالاعدام. بس الاخطاء ما كانت مؤثره؟ اخطاء، شوف الخطا البلنتي يمكن تقديره كان يعني سيء. لو لاحظنا في الدوري الانجليزي قبل اسبوعين كان فيها اخطاء شنيعه. نعم. كان فيها ضربه جزاء، انا يعني استغربت انها تكون ضربه جزاء في الدوري الانجليزي، ولكن حكم وبشر يخطي، ولكن ما نجير التحكيم او خطا الحكم الى انديه ثانيه او مستفيده ثانيه. بس النصراويين غضبوا اكثر ابو راشد، النصراويين يقولون تضررنا وتاثرنا اكثر من الشباب. النصراوي شوف اي فريق شوف بيستفيد من التحكيم وبينضر، هذه سنة كرة القدم، هذه متفقين عليها الجميع. ولكن ما في ما في استقصاد، ما في استقصاد. لو استقصاد لا ما مو استقصاد. نعم هذه النصراويين يقولون احنا تضررنا اكثر، احنا ضاع علينا الفوز. النصراويين يعني شوف انا معهم وحبهم لفريقهم واندفاعهم نحو المنافسة يعني خلى التشنج هذا يصير. يعني لما يكون ومباراة الهلال يمكن أثرت على المباراة هذه. لأن الهلال كسب الوحدة بستة. نعم. وتصدر بعد بعيد عن المركز الثالث والرابع يمكن 8 نقاط أو 7 نقاط، وهذا حق من حقوق النصراويين أنهم يطالبون بالتهجم على الحكم. ولكن تهجم الخارج عن الروح الرياضية أنا ضده. أنا أقول الحكم أخطأ، صلوي أخطأ في حق الشباب في حق أي فريق، ولكن ما نجرده من أمور كثيرة. لأن حطيناه في يعني أكلنا عليه التهم يعني ما حد يقبلها على نفسه. ولكن أرجو من الأخوان أي سواء الشارع الرياضي ككل لا يقسو على الحكم. بكرة مباراة الجمعة بيحكمها حكم أجنبي، نعم بتكون في اخطاء، ولكن فيها اخطاء صحيح تكون يعني على قلوبنا يعني لا زين. تمر مرور الكرام، ولكن بيكون في اخطاء، ولكن يعني لابد ان نؤمن ان البشر يخطي. ما هو ولكن اذا كنا نبغى نجيب الحكم الآلي يعني هذه ازمه ثقه في المجتمع الرياضي تجاه الحكم السعودي. برضو حتى الحكم السعودي لابد انه يطور نفسه والمحاسبه تكون يعني واضحه. نعم. وشوف هي اللي هي المكاشفه بالاخطاء هي. نعم. الاهم. ولكن ما اسكت عن خطا الحكم واجي اجيبه في مباراه يعني مهمه ادرجه، حتى مثلا صار وقفته بعدته ما ارجعه في مباراه قويه. جميل. او مباراه تنافسيه يعني بين فريقين يعني ديربي او كلاسيكو. نعم جميل. طيب استاذ عبد الله، هل بالفعل المجتمع الرياضي لديه أزمة ثقة مع الحكم السعودي الحكم المحلي، أم أن الحكم المحلي لم يساعد نفسه ولم يساعد المجتمع الرياضي في تجديد الثقة فيه؟ شو بندر، تحديداً أودي حقيقةً طالما إحنا نتحدث عن الحكم خالد صلاوي، أنا أعتقد أنه كان يعني وما زال مشروع حكم حقيقةً ناجح. نعم. ولذلك أنا أعتقد أنه 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 كان ممكن وما زال حقيقةً ممكن أن يكون حقيقةً واحد من 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 الحكام اللي حتفتخر فيهم لجنة الحكام الحالية برئاسة عمر المهنة. أنت طبعاً تستشهد بقيادة المباراة الديربي بين الأهلي والاتحاد. بالتأكيد يعني يعني أعتقد إنه لما تيجي في مباراة الأهلي والاتحاد بندر وتسلم حكم يعني لسه توه يعني تنقصه الكثير من الخبرة. صحيح. حكم شاب لمباراة مثل هذه ويخرج بهذه المباراة بأعلى درجات حقيقةً من النجاح، أعتقد إنه هذه بالنسبة له يعني مرحلة جميلة وجدا جدا رائعة، ودليل. نعم. على إنه حكم لديه الكثير والكثير ليقدمه في هذا المجال. صحيح. صحيح. مباراة النصر والشباب بالتأكيد يعني صاحبتها الكثير من الأخطاء التحكيمية، وأنا يعني أضغط على مسألة إنه فعلا كانت أخطاء مؤثرة أيضا في المباراة، لكن يعني أنا ودي أسأل لجنة الحكام بندر، ما الذي تريده من الحكام؟ يعني أنا أعتقد إنه هذا ليس حلا، الأسلوب هذا في الإقصاء ليس حلا، ولا يمكن أبدا يخلق لك يعني حكام جيدين
ابدا. كثير من الحكام حقيقه فقدناهم خلال المرحله الماضيه بسبب هذا التعنت، بسبب هذا الاسلوب. انا اعتقد انه كثير في كثير من الاجراءات ممكن اتخاذها في هذا الجانب، ولكن ليس لدرجه انه ابعد الحكم عن مباريات دوري جميل تحديدا. انا اتكلم يعني، ولكن يعني اعتقد انه في مباريات في دوري جميل ممكن ان يحكم فيها الحكم المخطئ. يعني لا، انا مو بشرط ان انا، هي ليست مكافأة هنا بندر عشان ما حد ياخذ كلامي على انه والله نعم اكافئ حكم مخطئ واعطيه مباراة يحكمها، لكن اعتقد انه هؤلاء حكامنا، والاخطاء جزء من لعبة كرة القدم، والحكم بالتالي بشر معرض للخطأ ومعرض للاخطاء. يا سيدي في كأس العالم حصلت اخطاء كثيرة، مارادونا سجل هدف يعني بيده صحيح، يعني مو يعني بقدمه يعني صحيح. فكثير من مباراة فرنسا الأخيرة في كأس العالم قبل الأخيرة، ما الذي حدث فيها؟ كيف وصلت فرنسا؟ يعني أمور كثيرة في كرة القدم، الدوريات الأوروبية اللي قاعدين نتابعها يعني ليل نهار، يعني هل في أخطاء أم أنها سليمة من الأخطاء؟ هل الحكم الصربي اللي سيحكم مباراة الغد يعني سيكون مباراة يوم الجمعة، هل سيكون نعم حكم طيب حكم يعني على أعلى مستوى ولا لديه؟ أبركان يعني أعتقد أنه يجب أن نتعامل مع العملية بمنع بعيد عن التأثير وردود الفعل بندر. طيب أبسمع رأيك أو تعليقك وردك على تغريدة الزيادي على الهاشتاج، يقول الحكم المحلي يحكم بعاطفته وليس بالقانون، أما الأجنبي بالقانون. وش رأيك أبو ركان؟ لا 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 لا، أنا مع الاحترام والتقدير لمثل هذا الرأي غير سليم حقيقة وغير صحيح. أنا أعتقد أنه لدينا حكام جيدين، ومن ضمنهم ما زلت أقول الحكم خالد صلوي. يعني أعطوه يا جماعة الخير، أعطوا مساحة للحكام، أعطوهم الثقة في أنفسهم. إحنا حقيقة اليوم مع السوشيال ميديا بندر نعم يعني لم تعد تتحرك أنت ك ك ك كصاحب حساب في حسابك، والله يمكن يعني تبطل حساب ويمكن تلغيه أو أنك ما عاد تغرد، لأنه للأسف الشديد حيقابلك كل واحد يقول لك يا أخوي أنت مين؟ وش عرفك؟ وش دراك؟ وش يا أخي ناقشني، حاورني، يعني أطلع معي بحوار. دائما نتجه لثقافة المؤامرة ها؟ بالتأكيد بندر. لا بس كثير كثير أبو ركانة بعد لازم توسع صدرك يعني، خلي لا بالتأكيد أنا أتكلم بشكل عام. صدرك وسيع يستوعب كل الآراء، كل الانتقادات، حتى لا والله بندر حتى القسوة. يعني إذا بتقعد تلاحق العالم اللي يسبونك ولا يشتمونك ولا يغلطون عليك، والله ما راح توقف، ما راح تلحق على أحد. لا أنا خفيف الحمد لله، ما عندي كثير. لكن أتكلم على حكم يجب أن لا نخسر مثل هذا الحكم وأمثاله. الحقيقة والله لدينا حكام جيدين، لا شك أنهم يتأثرون بما يقال ويكتب حقيقة، سواء كان من خلال برامج رياضية أو من خلال أعمدة صحف أو من خلال صحف إلكترونية أو خلافه أو تويتر. نعم بالتأكيد هم جزء من هذا المجتمع طبعا، يتأثر ويؤثرون فيه. ولذلك يعني أنا أتصور الحقيقة أنه يجب أن حتى أيضا نستوعبهم، يجب أن نستوعبهم بكل أخطائهم. والله أنا أعتقد وأستطيع أن أحلف ولا أريد أن أحلف أنه فعلا بأمانة، أنا ما أعتقد أنه هناك حكم ربما يستقصد استقصاد يعني لمباراة نعم معينة أو لفريق معين طيب أنه يطلعه خاسرا في مباراة. طيب أبو راشد، واحد يقول مع احترامي، فرحان يقول مع احترامي لضيفك الكابتن سلطان خميس جالس يدافع عن صلوي لأنه شبابي، والشباب ما تأثر في هذه المباراة اللي جالس يحدث في الدوري معيب جدا. شوف صلوي أنا ما دافع عنه ولا أدري أنه شبابي. لا أنت تدافع عن الشباب لأنك شبابي. من حقي اي واحد يعني اذا كان لا هو يقصد انك ليش تدافع عن صلوي، هو اخطا بحق النصر بحق الشباب. شوف صلوي، شوف الحكم السعودي يعرف القانون ولكن يتردد في تطبيقه، والحكم الاجنبي يعرف القانون يطبقه بحذافيره. هذا الفرق. ولكن انا ما دفعت عن اخطائه، قلت انه اخطا نعم. ولكن انا حتى قلت ان الشباب يعني كان متقوقع في 18 ما، ولكن ما هي المباراه اللي تساعده، المباراه اللي فيها يعني هالاثاره واللي تخلي هالتشنج يظهر. مجرد مباراه دوري 3 نقاط وعندك الدور الثاني عوض. ولكن هذه لو انها خروج مغلوبه اقول معليش تشنج الجماهير وزعلوا، ولكن ما توصل ان نقعد نجرح في اي شخص. انا ضد التجريح في الشخص او تشكك فيه او في امور كثيره. النصراويين يقولون النتيجه سلبت منهم، يعني شوف الحين على الهاشتاج باتك يقول بكل شفافيه ومصداقيه صلوي سلب نتيجه المباراه من النصر. كيف سلبها؟ له شوف احيانا ضربه الجزاء انا اقول لهم بلنتي، قالوا الفوده الله يطول عمره ويخليه قال بلنتي، بس انا لو اجيب الفوده واخليه يحكم مباراه اللي راحت يمكن ما يحسب ولا شيء، ويمكن يحسب اشياء غريبه.
يعني اللي في الملعب يختلف عن اللي جالس يتفرج. إيه انا اتفرج بشوف الكاميرا بتوصل لي اشياء يمكن ما اشوفها الحكم. والحكم بيتخذ القرار في جزء الثاني. نعم، ولكن انه لابد ان نعطي الحكم مساحه في انه يعيد حساباته، ولكن الهجوم عليه بقسوه هذه بتنهي جميع الحكام. نعم. يمكن اخر شيء بيتجهون رؤساء الانديه حكم انفسهم بعد ولا هم راضين الجماهير الانديه. طيب نقدر نقول عشان نختم في هذا الموضوع ان اللي ينشد البطوله لن يعطله حكم. نعم. سواء محلي او اذا كان فريقك مهما كانت الاخطاء اذا كان فريقك جيد والله ما تنظر الحكم. نعم. انا اتمنى ان يوم من الايام يطلع مسؤول النادي يقول فريقي سيء لاعبي اخطا، ولكن كل شيء كلها على الحكام. هذه مشكله، فيها الخطا، فيها احيانا الرواتب ما صرفت. فيه لعيبه مستحقاتهم ما دفعت. نعم. في امور كثيره ما نجي نجير كل شيء على الحكم. نعم. طيب عنوان جديد من صحيفه الاقتصاديه، على غرار غالب شكى ناديه قبل لقاء الشباب، الراهب يجر النصر إلى المحاكم. من العنوان إلى التفاصيل، في الوقت الذي يهز فيه شباك الخصوم وقبل 48 ساعة فقط من تسجيله هدفا في شباك الشباب في الجولة 12 من دوري جميل للمحترفين ليدرك التعادل أمام النصر أو للنصر، كان حسن الراهب مهاجم فريق النصر لكرة القدم يبحث عن حقوقه المتأخرة بين المحاكم بعد أن عجز عن استلامها بشكل ودي. وأشارت الاقتصادية مصادر مطلعة أن الراهب تقدم بشكوى ضد نادي الأربعاء الماضي في محكمة التنفيذ في الرياض للمطالبة بحقوقه البالغة بأكثر من 2 مليون ريال، أي قبل مواجهة الهلال في الجولة 13 من دوري جميل للمحترفين بتسعة أيام. أوضحت المصادر أن الراهب ووكيل أعماله فشل رغم محاولتهما في استلام مستحقات المتأخرة من إدارة النادي، ما جعل اللاعب يتذمر من التأخر في حقوقه والتوجه للمحاكم من أجل أخذها بالنظام. كشفت أيضا المصادر أن إدارة النادي لم تعلم نية اللاعب تقديم شكوى رسمية في المحكمة، لكنه توجه الأربعاء الماضي بتقديم الشكوى ضدها، وهو الإجراء الذي قام به زميله اللاعب إبراهيم غالب قبل نحو 8 أشهر. أسمع تعليقك أبو ركان على هذا الخبر باختصار لو سمحت. والله بندر كان ممكن أقول لك الخبر هذا غير صحيح، ولكني أثق في مصداقية صحيفة مثل الاقتصادية الحقيقة، أثق في مهنية الزملاء فيها الحقيقة. فلذلك يعني أنا أقول يعني لماذا هذا الوقت بالذات، يعني لماذا الراهب يعني يتجه إلى المحكمة تحديدا في هذا الوقت؟ طيب هناك في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في لجنة الاحتراف، في كثير من الطرق كان بالإمكان إنه يتجه لها حسن الراهب. أنا أعتقد إنه حسن الراهب في الفترة دي، أنا أتمنى حقيقة من أي لاعب حقيقة متى ما ظهر بشكل جيد وظهر مستواه لا يضغط على ناديه. أنا أعتقد إن الأندية أيضا تعاني، واللاعبين أقرب الناس أو أقرب من يكون إلى الأندية وإلى خزينة الأندية هم اللاعبين، يعرفون حقيقة ما الذي ماذا يوجد في خزائن الأندية وتحديدا الأندية الكبيرة حقيقة اللي تصرف ببذخ كبير جدا وعقود. نعم. كبيرة. أتصور إنه الوقت حقيقة لم يكن وقتا جيدا، ويعني حسن حقيقة اختار الوقت غير المناسب في هذا الوقت. لكن لم تؤثر عليه، يعني احنا شاهدنا كيف كان مع النصر أمام الشباب في المباراة الأخيرة. و يعني انا اعتقد انه في طرق بندر، يعني في طرق كان بالامكان حتى النادي هنا يعني من حقك انك انت حتى تبلغ اداره النادي ان انا ستقدم لاداره لهيئه للاحتراف، لجنه الاحتراف، للاتحاد السعودي لكره القدم، للمحاكم. يا اخي ابلغ الناس اللي عندك لاداره النادي، يعني لابد ان يكونوا ايضا في الصوره. اما اني انا اليوم يمكن رئيس النصر اليوم يمكن لم يعلم على هذا الخبر الا من خلال. نعم أبو ركان. طيب يبدو أن هناك مشكلة فنية. مش كنت بتقول أبو راشد؟ أقول يمكن الراهب يعني قدم الشكوى على المبلغ اللي من تحت الطاولة، المبلغ اللي من فوق الطاولة يمكن مضمون من بيشتكي على الاتحاد السعودي، ولكن اللي من تحت الطاولة
هذا لابد يقدم على المحكمة، يمكن عنده شيك، يمكن عنده أمور كثيرة. أنت تتكلم عن مبالغ ربما تكون غير المتفق عليها وغير هذه المعلن عنها. هذه غير معلن عنها. هذه تتعامل فيها الأندية. وهذا يعني بس بركان انتقد التوقيت يقول ولا لا مناسب. لا اقول اذا كان اداره النصر يعني عندها علم ويعطيها العافيه، لان بعض الادارات لما يشتكي لاعب عليها ولا شيء تلقاه في الاحتياط او تلقاه مع الاولمبي على طول، تحويل تحويل مكتوب عليها اولمبي. نعم هذه مشكله في الانديه، يعني لاعب ساري عقده ما استفيد منه، او لاعب اشتكاني خليه يستفيد منه. نعم يفترض ان دائما يعني هذا حق من حقوقه، وانت اتفقت متفق على هالشيء هذا. صحيح. ما اللاعب ما جاب شيء من عنده، قدم شكوى في اشياء ما بدون علم الاداره. الاداره تعلم، ويمكن عنده يا هو شوف الشكوى للمحاكم، يمكن نعم. شيكات يمكن بدون رصيد هي اللي ادى الى، اما الاتفاقيه او العقد على طول للاتحاد السعودي. ولكن هذا اللي اقول يمكن المبلغ اللي تحت الطاوله، اما اللي فوق الطاوله نعم ساري مفعوله. وفي نهايه الامر حق من حقوق اي لاعب، حق من حق. شوف ما ارغب ما غصب النادي قال لهم وقعوا معي او اعطوني المبلغ هذا، هو عمليه تفاوض. انت وقع بالمبلغ هذا اللي كان الحد الائتماني اللي مسوينه اللي هو 2,400,000، والمبلغ الثاني عشان ارغبك اللي من تحت الطاوله هذا في علم الغيب عاد. طيب نختم حلقتنا بعنوان اخير ابو راشد من صحيفه الرياض. صدمة كويتية تهز الاتحاديين. تعرض الاتحاديون إلى صدمة قوية بعد توجيه الهيئة العامة للرياضة بالكويت خطابا رسميا إلى رئيس القادسية الكويتي، رفضت من خلاله منح لاعب وسط الاتحاد فهد الأنصاري إجازة تفرغ من عمله لإكمال مشوار احترافه بالدوري السعودي، الأمر الذي يهدد مستقبله ويجبره على عدم إكمال مدة عقده حتى نهاية الموسم الرياضي. أبو راشد أزمة كبيرة ممكن يتسبب فيها والله الاتحادين أكيد، ولاعب مؤثر الآن. صحيح. ولاعب يعني كسبه الاتحاد، واعتقد ان صفقه مميزه لنادي الاتحاد، لاعب مميز قاعد يعمل يعني مفهوم اللاعب المحور الدفاعي قاعد يقدمه في التمريرات الصحيحه في التمركز الصح. نتمنى ان يعطونا فرصه لين انتهى الموسم، لانه صراحه لاعب يعني مميز، وانت دائما اي متابع رياضي يحب انه يكون في لاعب مميز في اي فريق، سواء في الاتحاد او ويكون مرتاح بعد ومرتاح. ولكن يقدر اللاعب، شوف اذا كان اللاعب لازم ينظر لها نظره ماليه، يعني مستقبل، اذا كان اللي يقدمه لها الاتحاد يضربه يمكن في 10 سنوات في 20 سنة، هي اعتقد ان الاميز اذا كان عقده مساعد له يمكن يتخلى عن وظيفته. ولكن احيانا المجال الرياضي او كره القدم ما فيها امانات، يمكن ما فيها ضمان، لو اصابه يمكن تعيقك، يمكن ينتهي عقدك وخلاص. ولكن المأمن الوظيفي هو اللي يمكن يهتموا فيه، زي ما صار للاعب فهد شو اسمه، نعم اللاعب النصر اللي المطوع بدر، كان لاعب مميز، ويمكن جهه عمله ما سمحت له انه يستمر. نعم. ولكن نتمنى انه يستمر الانصاري مع نعم. نادي الاتحاد، لانه مكسب. ابو ركان باختصار شديد، ونعتذر لك مشكله فنيه قبل شوي انقطع خط بيني وبينك، تفضل ابو ركان. والله يعني فهد الانصاري انت اشدت فيه قبل شوي بدايه حديثك بدايه الحلقه. نعم. من اللاعبين حقيقه اللي ترتاح حقيقه وانت تشوفه داخل الملعب، لاعب أنيق حقيقة في أداء، أو لاعب حقيقة يعني عمل الفرق الحقيقة والفارق في 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 مع فريق الاتحاد. أتمنى حقيقة الإدارة الاتحادية تتحرك. كل يوم أنا قرأت في أحد الصحف إنه رئيس النادي الحقيقة بيتحدث عن هذا الجانب، وقال بيوجه كلام الجماهير الاتحاد ومحبين، أطمئن إنه نعم. الأمور إن شاء الله محلولة. ضروري حقيقة إنه لا يفرط فيه الاتحاد فيها. ضروري يعني ما ودنا إحنا الاتحادين يفرطون فيه، لأنه صراحة مكسب إضافة للدوري السعودي. بالتأكيد. والاتحاد أيضا نادي الاتحاد. الضمير الحي على الهاشتاج يقول كيف نطلب من حد من الأخطاء التحكيمية، ولجنة التحكيم تتسرع بترقية بعضهم بسرعة البرق. سفير الزعامة يقول الإعلام سبب من الأسباب الرئيسة في فقدان الحكم ثقته بنفسه وثقة الشارع الرياضي فيه. وش رأيك بركان؟ الإعلام سبب في فقدان الحكم المحلي الثقة بنفسه. جزء من المشكلة حقيقة. طيب عبد الرحمن الفلاج الزميل
والإعلامي ونقد رياضي معروف يوجه لك عتب وانتقاد أبو راشد، يقول للأسف الكابتن سلطان خميس جاف الحقيقة وقلب الحقائق ولم ينصف النصر، وكانت عاطفة الشبابية حاضرة وبقوة على حساب الحق. قل للأستاذ عبد الرحمن لو كنت في محلي بتدافع باستماته، أنا دافعت بشيء مختصر، ما دافعت باستماته أو خرجت عن المألوف. أنا قلت الشباب، مباراة الشباب واللي هو النصر ما كانت ترتقي المستوى الفني العالي اللي قاعدين يزعمون انه على مستوى عالي، ولكن مستوى على قد الترتيب، يعني الرابع والفريقين ايضا ما ساعدوا الحكم بعد تقديم مستوى. نعم، بدليل ان الاتحاد والاهلي ساعدوا الحكم، نفس الحكم في تقديم المباراه، يعني مباراه غير، يعني الاتحاد والنصر والاتحاد والاهلي تختلف اختلاف كبير. طيب زيدان احمد يقول يدافع عن صلوي، طبعا هو على فكره يعني ابو راشد انا ما دافع عن الكابتن سلطان، هو قال ان الحكم صلوي اخطا على الفريقين، على النصر وعلى الشباب، ويرى بان هناك تضخيم للاخطاء اللي تضرر منها سواء النصر او الشباب من قبل كافه الاعلاميين. يمكن نختلف او نتفق حول تاثير الاخطاء، لكن بالفعل كان هناك اخطاء مؤثره، يعني انا على من خلال متابعتي المباراه كان هناك اخطاء مؤثره. احنا نتمنى أن نجدد الثقة دائما في الحكم المحلي، ونتمنى كل التوفيق للجنة الحكام والأستاذ القدير عمر المهنة وحكامنا المحليين، بالفعل يعني خارجيا يشرفون أجمل تشريف، لكن هنا عوامل غير مساعدة في الحقيقة على يمكن على التطوير أو النجاح. مصطفى النجمي يقول بندر ممكن تجاوبني أنت والإعلامي اللي عندك، إيش كان رأيكم في الحكم نيشيمورا في مباراة الهلال وسيدني؟ هل نفس رأيكم الآن؟ أنا أقول ما في أي حكم ممكن يعطل أي فريق عن البطولة عدا نيشيمورا، لأن نيشيمورا في الحقيقة عيانا بيانا سلب فرحة وطن من كل السعوديين. هذه أعتقد حتى مو بس الهلاليين أو فسب، حتى غير الهلاليين لا زالوا يتذكرون المواقف الشنيعة اللي ارتكبها نيشيمورا في تلك المباراة. شكرا لضيفينا الكابتن سلطان خميس المدرب الوطني قدير أبو راشد، يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك، وأشكرك وأشكر أخوي عبد الله. ايضا كل الشكر للاستاذ عبد الله الشيخي الاعلامي والخبير الرياضي المعروف ابو ركان، شكرا لارائك اليوم، شكرا لتواجدك معنا. شكرا جزيلا بندر، اشكرك حقيقه، واشكر الساده المشاهدين، وابو راشد عندك ايضا اراءك كانت جميله. نقدم لك غدا دعوه للاستمتاع بمشاهده الاهلي امام برشلونه عبر شاشه السعوديه الرياضيه ابو ركان. والله انا اهنيكم بندر، فرصه حقيقه اني اهني القناه الرياضيه، وانا كنت سعيد من امس حقيقه وانا اتابع حقيقه الاخبار، انه فعلا يعني مثل هذا الحدث ايضا حدث جميل حقيقه لقناتنا الرياضيه. نعم. السعوديه اعتقد انه فيها رجال حقيقه تعمل وتشتغل حقيقه، وهذا حقيقه واضح من خلال هذا النقل او هذه الشراكه حقيقه في نقل هذه المباراه الكبيره. الدعوه بالتوفيق لكم، وان شاء الله باذن الله الدوري المقبل باذن الله. شكرا لك ابو ركان، الدعوه ايضا موصوله لكافه مشاهدي السعوديه الرياضيه غدا لمتابعه الاهلي امام افضل فريق في العالم برشلونة الإسباني. غدا إن شاء الله موعد جديد مع زميلي خالد البيشي ورحلة صحفية جديدة في أمان الله.